الناس اللي كينعسوا في وقت الصيام يوم رمضان، ان الصحه ديالهم ما كتستافدش من الصوم بحد المنفعه الجيده، خصوصا ان الله سبحانه وتعالى عطانا الصوم باش الصحه ترتاح ودات توفر عليه واحد الطاقه اكثر. ما خاصهمش ينعسوا النهار كامل، حيت كما كنعرفوا دابا شهر رمضان ما كاين اللي كيصبح ناعس وعاوتاني ما كيبقى ناعس حتى كيؤدى المغرب. لا هذه ما كايناش، حتى هذاك الصوم ديالو اصلا ما مقبولش. الانسان اللي كيظل ناعس مسكين الله يعفو عليه، ما عنده رمضان، ما عنده صيام، ما عنده حتى شي حاجه. الانسان النهار كامل هو ناعس صايم، اذا ما عنده صيام، صيام على الاقل بعدا يصلي الظهر يرجع ينعس ديك ساعه ولا ديك نص ساعه، يعاود يصلي العصر ويخرج يدور مع راسه ويشوف الناس ويشوفوه الناس. هذا نقولوا انسان صايم بحال زعما تيقصر النهار، فهمتي، تيغلب عليه الصيام، وهي بالعكس الا بقيتي ناعس راه ما درتش والو. نورمالمون خص بنادم يعني ما يبقاش ناعس، يتحرك على الاقل، يعاون غير الوالده ديالو في الكوزينه ولا في شي حاجه. ما كاين لا شي يصوم الا كان غيبقى من الصباح حتى لديك المغرب وهو ناعس. الناس اصلا راه كتنوض مع الصباح، كتمشي للفجر، كتصلي، كتعبد مولانا. اصلا هذا الشهر شهر عباده، الناس تبغي تتقرب لله، تبغي سميتو تزيد حسنات، تخدم. ما هو زين بالنسبه بهذا شهر فضيل وخاص العباده، وتركز الناس فيه العباده والصلاه، ومن الاحسن الناس ما يرقدوا فيه ويستغلوا ذي الفرصه باش يعبدوا مولانا ويلقاو اعمال زينه من بعد. الانسان خاصو ما ينعش بزاف، ما ينعش كثر، يمشي يصلي التراويح والفجر، الانسان ما ينعش بزاف، ينوض معلك 12 نهار يقرا القران. وما عندوش انسان قال فيسبوك الواتساب ما كيبغيش الله. هذه فرصه يعطيها لنا ربنا تتكرر مره واحده للسنه، الشهر رحمه وغفران، ويا الله رجاجي يقتنم هذه الفرصه بالعباده وبالاستغفار، ويخلي عنه ياسر من المطاولات ما هو مارق في شيء، كيف ما تعرفوا ذيك المطاولات اللي عادلوا الشباب من الرقاد ومن السهر عقب الليل، وما الشهر السهر ورقاجي تم سهران الى الصباح وتم راقد الى المغرب، ذاك ما هو يا الله.